الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أحباء الأطفال الرائعين في كل مكان، ويا من تتابعون شاشة تلفزيون سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي تجمعنا وإياكم في برنامجكم الأسبوعي علم ومرح. صباح الخير أصايل. صباح النور يا راشد. صباحكم الله بالخير أصدقائي الأطفال، وأجمل التحايا الممزوجة بشذا العود والياسمين نبعثها لكم أيها الأحبة اللي تتابعون برنامج علم ورح. إن شاء الله نرحب فيكم في إطلالة جديدة ومتجددة من برنامجكم علم ورح، الذي يأتيكم من الساعة 9:30 صباحا إلى 11:00 صباحا. نتمنى كذا دائما أنكم تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات، معنا كذا العديد من الفقرات الممتعة والمفيدة اللي نتمنى دائما أنها تنال على رضاكم. وبالتأكيد كما قال زميلي راشد، راح نقدم لكم العديد من الفقرات المتنوعة كالمواهب اللي راح تكون حاضرة معنا في الأستوديو في كل حلقات برنامجكم مع علم ومرح، وبالإضافة إلى الأسئلة اللي راح نطرحها لكم الخاصة بشخصية الحلقة، فنتمنى لكم طيب المتابعة أعزائي المشاهدين. جفت الأرض ويبس غصن الشجر واذبل، أموت وما وطيت تراب بقدامي سوى ترابه. وطن لو باعوا ترابك وهاجر بعضهم وارحل، تأكد يا وطن يرجع يحن الريحة أحبابه. وطن تبقى وطن باسمك ومعنى كل ما يحمل، رضينا بك وطن لأنه ذكرك الدين في كتابه. أحبك يا وطن والمجد يرقى بك تعال قبل، أبحضن طهرك ونرقى هناك لآخر أصحابه. مدام اللي بسط إيده عليك ولبسك أجمل، نعم قابوس نعم قابوس من لبس عراك بسندس ثيابه. أبكتب له شعر والشعب يسمع حرفي ويكمل، معي لا قلت قابوس، معي لا قلت قابوس، ويرد الشعب أهلابة هلابة يا هلابة يا هلابة. كثر ما هلل الكريم القوم يوم انه ذبح والضيف حيابة. هلابك سيدي وانت الجواب بدون ما أسأل، عجز هالحرف لي دور سؤال وتصعب إجابة. سألت النور من شب الضياء في ليلك وأشعل، وشفت النور في جبينك يشع وانت شبابة. وسألت الحق من وين يتقاسم نصفه ويعدل، وشفت الحق بيمينك قسمته وكلنا رضابة. أشوف العز حلق بك جناح وانت ما تثقل، يشيلك لين ساويته وطلته وصرت غلابه. عليك عليك الصبح يتنفس ومن طلتك يتأمل، وفيك الليل يتحشم أدب لا نمت بهدابه. وقفت بوقفتك تنظر وعينك فوق ما تنزل، مشيت ومشيتك هيبة تهز تراب وطابه. حكمت وفات من حكمك سنين وانت متحمل، عطيت وكثر ما تعطي نست يمناك تدرابه. زرعت بشعبك الوافي صبر وجنيت به تحصل، وبيدك تقطف الصبر بوفا شعبك وطيابه. بنيت لشخصك اسطورة وسطرها الزمن محفل، غمس فيك القلم حبر وكتب اسمك على كتابه. غمس فيك القلم حبر وكتب اسمك على كتاب، كتب اسمك على كتاب، كتب اسمك على كتاب. بكم متابعينا الكرام من جديد في برنامجكم علم ومرح،
مثل ما قلنا لكم في بداية الحلقة، برنامجنا اليوم راح يكون حافل بالعديد من الفقرات الجميلة، وأيضا معنا مجموعة من الأطفال الجميلين الرائعين يمتلكوا العديد من المواهب، راح نتعرف على أسمائهم وكذلك على مواهبهم، وما ننسى شخصية الحلقة اللي نعرض لكم في كل يوم جمعة شخصية من الشخصيات العمانية اللي كان لها دور بارز في التاريخ العماني. أما بالنسبة ليوم السبت يا راشد، إيش نستعرض؟ أما بالنسبة ليوم السبت أصدقائي الأطفال، نحن نستعرض شخصية من الشخصيات، أما تكون عربية أو عالمية، ونتمنى دائما أنكم تركزوا في هذه الشخصية وتركزوا في كل معلومة تقال في العرض المرئي، علشان نحن إن شاء الله أنا وزميلتي أصايل راح نسألكم بعض الأسئلة عن هذه الشخصية خلال الحلقة. أصدقائي الأطفال، مثل ما أنتم عارفين في الأسابيع الماضية نحن استعرضنا سؤال الرسائل النصية القصيرة، وهو يتكون من مجموعة من الأبيات تتحدث عن قيمة من القيم الأخلاقية أو فضيلة من فضائل الخير، ونحن طبعا نتوجه بالشكر للشاعر الكبير هلال الشيادي على تعاونه معنا في كتابة هذه الأبيات، ودائما نتمنى أنكم تستفيدوا من هذه الحكم أو هذه الفضائل أو القيم اللي موجودة في هذه الأبيات. الحين أصدقاء الأطفال، خلونا نستعرض الفائزين، اللي لكل فائز إن شاء الله راح يكون له مبلغ وقدره 100 ريال عماني. خلونا نروح لشموخ ونشوف إيش الأرقام اللي راح تختار لنا إياهم. يلا نروح مع بعض لشموخ، يا أهلا وسهلا بشموخ، ونقول يلا يا شموخ اختاري رقم. وأول فائز معانا بمبلغ 100 ريال صاحب الرقم 9381-0951، صاحب الرقم 9381-0951. والحين يا شموخ اختاري الرقم الآخر. صاحب الرقم الآخر اللي فاز معنا أيضا بمبلغ 100 ريال صاحب الرقم 9665-4868، صاحب الرقم 9665-4868. مبروك عليكم أصدقائي الأطفال، مبلغ وقدره 100 ريال عماني لكل فائز. نتمنى اللي ما فاز معنا يشاركنا في الحلقات القادمة، واللي ما حالف الحظ في هذه المرة راح يحالف أكيد في الحلقات القادمة. كذا دائما نسعد بمشاركاتكم أصدقائي الأطفال. طبعا خلونا أذكركم بالإجابة، الإجابة كانت رقم 1 وهي حب الوطن، فكل من شارك في هذا السؤال وجاوب بالرقم 1، ونحن طبعا قبل شوي استعرضنا الفائزين في مسابقة الرسائل النصية. أما الحين يا راشد، إيش رأيك نتعرف على أصدقائنا الموجودين معنا في الأستوديو؟ يلا نتعرف على هل الأشبال الرائعين. يلا عرفينا على اسمك يا حلوة، تفضلي. اسمي رؤية، رؤية مبارك الجهوري. عطيني شوية بس تحليك ناقل الصوت. يلا تكلمي يا شاطرة. اسمي رؤية مبارك الجهوري. حياك الله يا رؤية، عطيني ناقل الصوت اللي بعدك. اسم البلجاء بنت سليمان سليمانية. حياك الله يا البلجاء. اسمي الحسن خميس سلمي الغزالي. والنعم، عطينا ناقل الصوت للي جنبك. اسمي الحسين بن علي الحمراشدي. أهلا فيك الحسين. اسمي رؤى يمال عامري. أهلا برؤى. اسمي ريناد محمد الغافري. وحي الله صديقتنا ريناد، يعني ما شاء الله اليوم معانا مجموعة من الأطفال الرائعين، ونلاحظ أن معظم الأطفال اللي جاي اليوم معانا في الأستوديو يرتدوا الأزياء العمانية. طيب يا ريناد، خبريني ليش لبستي اليوم الزي العماني؟ لأني أحب وطني. تحبي وطنك وتعبري عن حبك لوطنك بالزي العماني، صحيح؟ جميل جدا لبسك، من اشترى لك يا؟ ماما. ماما، انزين. طيب بعد نحن نلبس الازياء العمانيه عشان نحافظ على العادات والتقاليد والموروث الحضاري، صحيح؟ انزين، ايش رايك عاد مره ثانيه ننسق انا وياك عشان البس انا ايضا الزي العماني؟ طيب. طيب. طيب ايضا حتى رؤى لابسه الزي العماني، عطي ناقل الصوت لرؤى. رؤى زيك حلو وايد، مين شرى لك الزي؟ امي. امك شرت لك اياه؟ انت رحتي عند امك عشان تختاري الزي؟ ايوه. قلتي لها ماما اريد انا البس زي عماني، ولا ماما قالت لك ايش رايك يا رؤى نلبس زي عماني انا وياك؟ ها انت قلتي لها؟ حلو جدا، صح الزي العماني؟ صح. طيب يا رؤى، خبريني اليوم انت ايش المواهب اللي محضرت لنا اياها؟ الانشاد. الانشاد، انا ما اسمعك، علي صوتك يا رؤى وبصوت عالي، يلا ابدا بالانشاد. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، يا بلادي انت العنوان.
الأوطان في نظري، يا بلادي حبك مطبوع فيني ومجروح من صغري، يا بلادي كل إنسان عنده بلاد، عنده بلاد عليها يعيش، يا بلادي إلا احنا بلدنا مثل الروح، مثل الروح فينا تعيش، يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي، وطني شمعة مضيئة كلمة جريئة، وطني وطني الغالي، وطني وطني حبيبي وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شمعة مضيئة كلمة جريئة، وطني وطني الغالي وطني. ما شاء الله صوتك جميل، تستحق تحية كبيرة، يلا حيوها. صاير انت راضية على هذه التحية؟ لا انا ما رضيت، كذا بزعل اذا حييتوها مرة ثانية كذا، يلا 1 2 3. شاطرة. طيب رؤى، من حفظك هذه الانشودة الجميلة؟ امي. امك؟ زين، انا خبرتني العصفورة ان انت تريدي تهدي امك انشودة جميلة صح؟ يلا تفضلي. يا يما يا عيوني كلي فدا عيونك، كل دنيتي وكوني ما تسوى من دونك، كل دنيتي وكوني ما تسوى من دونك، ليش ما تصب سكوني لدوا بسجونك، انتي فد جوني وانا في ذهنك، ليش ما تصب سكوني لدوا بسجونك، انتي صد جوني وانا في ذهنك، انتي بحنايا الروح روح صبت من الجنة يفوح، زمان قلب سموح لمست حنانيدك مستني طعم الآه، ارضي على ولدك ارضى عليها الله، ارضى عليها الله. تحية كبيرة كبيرة لرؤى ووالدة رؤى. ما شاء الله، أنا أقول شكرا ماما لأنك حفظتيني عن هذه الأناشيد الجميلة. قول حق ماما يلا. قولي شكرا. شكرا. شكرا لك. طيب استريحي يا رؤى، شاطرة. شاطرة يا رؤى. طيب أصدقائي الأطفال، في احتفاليتنا في العيد الوطني 46 المجيد نحن أطلقنا مسابقة في برنامج الإنستغرام. المسابقة كانت عبارة عن أن كل شخص حاب يشارك في هذه المسابقة يصور نفسه بفيديو أو بصورة يعبر فيها بطريقة أو بأخرى عن حبه لوطنه، وكانت المشاركات على هاشتاج البرنامج علم ومرح. إن شاء الله بعد شوي راح نستعرض هذه المشاركات كذا اللي وصلتنا في برنامج الإنستغرام. أيضا أصدقاء الأطفال من بعدها راح نسحب على 3 فائزين أو راح نستعرض 3 فائزين، كل فائز راح يربح معانا 50 ريال عماني مقدمة من نور المدينة للعقارات. بهذه أو خلونا الحين أصدقائي الأطفال نطلع ونشوف هذه المشاركات ومن بعدها أكيد لنا عودة. Thank you.
اسمع الحاضر حكينا حنا اللي طفلنا من قبل يولد اخرنا وجمعنا وجينا وحنا اللي حملك السلم بالخبط نزلنا في وجوه جاهلينا وحنا اللي سمتنا فضة وحكينا نحن نستخرج العالمينا وحنا اللي نروي الشعب ونلبي نداعنا إيمانا نتكلمنا ونفار المراجل غير مسلم جنود بنفرح حد نسينا عمرين فارس بحصيانا وفي التاريخ ما يشهد علينا حملنا عن الإسلام طوعا ودعا لعمان خير المسعينا أنا أنا يا رب تحفظها وتبقى نوار الملك الأب Thank you.
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وكما شاهدتوا قبل شوي هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من أصدقائنا الأطفال اللي حبوا أن يشاركونا احتفالهم وحبهم للوطن وللقائد عبر اسم البرنامج ألا وهو هاشتاج علم أندرسكور ومرح. صراحة شفنا فيديوهات جدا جميلة، صحيح؟ صح يا أصايل، أنت ليش ما شاركتي يا أصايل؟ قالوا لا أطفال، وأنا مشكلة عاد خلاص تعدينا من الطفولة. نحن كنا موجودين هنا في الأستوديو نحتفل بالعيد الوطني. صحيح. طيب أصدقائي الأطفال، نحن نشكر لكل من شارك في هذه المسابقة، وكان جميل جدا أن في بعض الأطفال مثل ما شفنا لابسين اللبس العماني التقليدي، سواء كان مصر ودشداشة للأولاد وأيضا الوشاح الجميل، أيضا البنات كانوا لابسين بعض الأزياء العمانية التقليدية الخاصة بمنطقتهم. فأكيد نحن نشكر كل من شارك في هذه المسابقة. أما الحين أصدقاء الأطفال، خلونا كذا نستعرض ثلاثة فائزين اللي راح لكل فائز راح يكون له إن شاء الله 50 ريال عماني مقدمة من مؤسسة نور المدينة للعقارات. خلونا نستعرض الفائزين وبعدها أكيد لنعود. قبل ما نستعرض الفائزين يا راشد، نحن نلاحظ ان كل الفيديوهات اللي معانا مليئه بالبراءه من خلال الاداء او من خلال التصوير، فحلو ان نحن نشوف يعني بصمه الاطفال وبراءتهم في الفيديوهات. اما الحين نروح نستعرض. يلا نروح نستعرض مع بعض. طبعا مثل ما شفنا أصدقائي الأطفال، هذا كان الفائز معنا بالمركز الأول، نقول له مبروك عليك 50 ريال عماني مقدمة من نور المدينة للعقارات. الحين خلونا نروح للفائز الثاني. وكما شاهدتوا هذا الفيديو حصل على المركز الثاني، ومبروك للفائز ب 50 ريال عماني مقدمة من شركة نور المدينة للعقارات. والحين نتابع الفيديو الرقم 3 ونشوف الفائز الثالث. أصدقاء الأطفال مثل ما شفتوا، هذه كانت المشاركة الثالثة والفائز الثالث معنا في مسابقة علم ومرح بمناسبة العيد الوطني 46. نقول مبروك لكل اللي فازوا معنا، واللي ما فازوا إن شاء الله يحالفهم الحظ في المرات القادمة وفي مسابقات أخرى إن شاء الله في البرنامج. أصدقاء الأطفال، كذا دائما نحن نستمتع لما نشوف كذا الأطفال يعبروا عن حبهم بوطنهم لوطنهم بطريقة أو بأخرى، سواء كان عن طريق فيديو، سواء كان عن طريق لبس يعبروا فيه أيضا عن حبهم وانتمائهم لهذا الوطن، أو أيضا بطريق قصيدة أو أنشودة جميلة وكلمات معبرة لهذا الوطن الغالي. وبما أنك ذكرت الكلمات المعبرة والقصائد الجميلة، نروح لطفلة معانا اليوم حبت تشارك معنا في البرنامج لتعبر عن حبها لوطنها. وصلوا ناقل الصوت لرؤية. ناقل الصوت يا رؤى، وصلي لرؤية، عطيهم يوصلوا. تفضلي يا رؤية، كيفك يا رؤية؟ الحمد لله. عجبك البرنامج؟ نعم. طيب ايش الموهبة اللي محضرت لنا اياها اليوم؟
موهبتي إلقاء الشعر. إلقاء الشعر، ومحاضرت لنا كم قصيدة؟ قصيدتين. يتحدثوا عن إيش؟ عن حبك الوطني. حبك الوطنك، وأنا عرفت أنك لما تكبري حابة تكوني شاعرة، صح؟ صح. طيب ليش حابة تكوني شاعرة؟ عشان أنشر أني أنا أحب وطني. أيوة. أنشر حبي لوطني من خلال القصائد والكلمات الجميلة، صحيح؟ صحيح. طيب يلا الحين خلينا نسمع أول قصيدة. يا درة حسنت وزان جمالها، قد حيرتني بوصفها ماذا أقول، قد حيرتني بوصفها ماذا أقول. يا من حباها الله مجدا عاليا، يزهو الجمال بأرضها كل الفصول. عم الأمان وأسدل الطرق الأذى، مذ جاءها قابوسها ساب العقول. هذه الغبيرة الحصينة ترتقي، مذ أن دعا بالأمن هادينا الرسول. غنى لها حرفي عبارات الهوى، ودموع أشواقي جرت مثل السيول، ودموع أشواقي جرت مثل السيول. في السادس والأربعون الفخر عهد مشرقا، غنت له كل الفيافي والحقول. فعمان أمي قد سقتني حبها، تبقى جمالا في عيوني لا يزول. تبقى جمالا في عيوني لا يزول. ما شاء الله ما شاء الله، تستاهل تحية كبيرة كبيرة كبيرة. ما شاء الله مبدعة، ممكن تعلميني بعدين الحركات؟ طيب من علمك هالحركات؟ أمي العزيزة ومعلماتي. نوجه لهم أكبر تحية؟ قولي لهم شكرا. شكرا. طيب عندك قصيدة ثانية، صحيح؟ صحيح. أيضا عن حب الوطن، صح؟ صح. يلا تفضلي. وطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل. سيظل حب بك في دمي، لن أحيل ولا لن أميل. سيظل ذكرك في فمي، ووصيتي في كل جيل. حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل. ما شاء الله، تستحق تحية مرة ثانية. شكرا لك يا شاعرتنا، تفضلي. ما شاء الله على هذه الكلمات الرائعة، وأيضا كان إلقائها جدا رائع وجميل بالحركات اللي تسويها أيضا، صح ولا لا أصايل؟ صحيح، حركاتها جميلة. صح. أصدقائي الأطفال، يحفل تاريخنا العربي بنخبة من الأسماء والأعلام والشخصيات التي ضربت المثل في التحدي وروح المثابرة وطلب العلم من أجل كتابة اسمها في سجل التاريخ. ومن هؤلاء الأعلام والشخصيات عالم مسلم فذ، يعتبر من أوائل العلماء المسلمين في مجال الرياضيات ومؤسس علم الجبر، حيث أسهمت أعماله في تقدم الرياضيات في عصره. أتوقع بكذا ما دام قلنا عالم عربي ومسلم فذ وفي مجال الرياضيات، فأتوقع أنتم عرفتوا. أنت عرفتي أصايل؟ إي عرفته، بس خلينا الحين نتابع هالفقرة عشان نتعرف عليه بشكل أكبر. الخوارزمية أطفالي في علوم الجغرافيا والفن
الشرق واحدة علم الجو وعلم المثلثات ولم شهود في حل المعادلات الخطية والتربيعية. من أشهر مؤلفاته كتاب الجبر والمقابلة وكتاب تقويم البلدان وكتاب سورة الأرض. رجعنا لكم متابعينا الكرام من جديد، وكما شاهدتم العرض المرئي شخصيتنا اليوم اللي هو الخوارزمي، وكما شاهدتوا ان تاريخنا العربي يحفل بالعديد والعديد من الاسماء التي وضعت دورا بارزا لها في التاريخ العالمي بشكل عام. طيب اصدقائي الاطفال، مثل ما قالت اصايل، شخصيه حلقه اليوم هو محمد بن موسى الخوارزمي، عالم الرياضيات الشهير ومؤسس علم الجبر وصاحب كتاب الجبر والمقابله وكتاب تقويم البلدان وكتاب صورة الأرض. أتمنى أنكم ركزتوا في المعلومات التي قدمت من خلال هذا العرض المرئي، وخلونا كذا الحين ناخذ مكالمة ونسألها عن شخصية اليوم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معانا؟ الحسين. منو؟ بن أحمد. الحسين بن أحمد. يقين، شخبارك يا اليقين؟ الحسين؟ الحسين شخبارك يا الحسين؟ حسين شخبارك؟ الحسين لو سمحت قصر لي على صوت التلفاز واسمعني من سماعة الهاتف. الحسين يلا من شخصيتنا اليوم؟ يلا قبل شوي شفناها. محمد الخوارزمي. محمد الخوارزمي، طيب في أي علم، في أي علم برع أو في أي مجال؟ الرياضيات. الرياضيات، وأنت شاطر في الرياضيات؟ ايوه. وتحب مادة الرياضيات؟ ايوه. طيب متأكد؟ ليش احس الايوه مالك ما فيها ثقة؟ قول ايوه. ايوه. ايوه كذا اريدك يا الحسين. طيب ايش رايك الحين نروح لشموخ؟ نروح لشموخ ولا؟ نروح. يلا نروح لشموخ. ونشوف شموخ. السلام عليكم. حسين شموخ تقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب يا الحسين يلا اختار رقم، عندك من 1 لـ 6. 4. 4. وسؤال رقم 4 يقول لك: صح أم خطأ يقع متحف اللوفر في باريس؟ صح. متأكد؟ أيوه متأكد. مش في فرنسا؟ زين؟ لا. كيف مش في فرنسا؟ فرنسا إيش عاصمتها؟ ها هاي الحسين. باريس صح؟ يلا وإجابتك صحيحة. شكرا على إجابتك وربحت معانا 15 ريال، يلا اختار رقم آخر. 5. 5 ونروح لرقم 5. ورقم 5 يقول لك: أيضا صح أم خطأ يعتبر حصن سمائل من أشهر المعالم التاريخية بولاية سمائل، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة. متأكد؟ أيوة متأكد. ما تغير الإجابة؟ لا لا ما أغيرها. يلا قول أنا متأكد وراح نشوف الإجابة. أنا متأكد. يلا نشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة يا الحسين، وخليك كذا دائما واثق من المعلومات وأيضا جوابك. يلا ناخذ رقم آخر. 6. 6. ورقم 6 يقول لك: حيوان بري نادر. طيب قبل ما أقول لك إيش اسم هذا الحيوان، يلا اللي تشوفه على الشاشة. المها. المها العربي. طيب في سلطنة عمان، أو سلطنة عمان ساهمت في حمايته من الانقراض في من خلال إنشاء محمية له، فإيش اسم الحيوان مرة أخرى؟ المها العربي. المها العربي. طيب في أي ولاية هذه المحمية تعرف؟ في ولاية في محافظة الوسطى. يلا هيمة صح؟ صح يا الحسين؟ قول ولاية هيمة. هيمة. يلا نشوف الإجابة مع بعض وإجابتك صحيحة يا الحسين.
مبروك عليك 50 ريال عماني مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، تتهنى فيهم إن شاء الله، وخليك كذا دائما واثق من معلوماتك. يلا ناخذ مكالمة أخرى ونقول السلام عليكم يا اليقين. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا اليقين، شخبارك؟ الحمد لله. وكيف صحتك يا اليقين؟ الحمد لله. طيب تابعتي العرض المرئي عن شخصية الحلقة اليوم؟ أيوه. من مؤسس علم الجبر؟ الخوارزمي. متأكدة؟ أيوه. أكيد كنت شكلك مركزة في العرض المرئي. طيب إيش رأيك الحين نروح لشموه؟ نروح. يلا قولي نروح لشموه بصوت عالي. نروح لشموه. يلا. وهذه الشموخ ظهرت على الشاشة الحين، وعندك واحد واثنين وثلاثة. اثنين. ورقم اثنين يقول لك، يلا ركزي معي، أحضر الولد الطعام، أين الفعل في الجملة؟ أحضر الولد الطعام. أحضر. متأكدة؟ طيب إيش نوع الفعل؟ يمكن أمر. ما أمر. وإيش؟ زين طيب إيش؟ يمكن مضارع. 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 يمكن ماضي. يلا مضارع. أحضر. لا. أحضر فعل ماضي صح؟ قولي صح. صح. قولي صح يا اليقين. طيب أنت إجابتك أصلاً. صح. يلا صح وإجابتك صح. شكراً أيضاً، الحين فزتي معنا بكم؟ ب 15 ريال. يلا نكمل يا اليقين. اليقين خليك مركزة، عندك واحد وثلاثة. يلا ثلاثة. ورقم ثلاثة يقول لك، تستخدم في إخراج البيانات والمعلومات من الحاسوب، ما هي؟ أعطيك اختيارات. هاي اليقين أعطيك اختيارات. أيوة. عندك الطابعة، الفأرة، أم شاشة العرض؟ الطابعة. الطابعة. ونشوف. أيوة. الإجابة مع شموخ. يلا يا شموخ أعطينا الإجابة، وإجابتك صحيحة يا اليقين. طيب نروح للسؤال الأخير. أيوة. يلا ورقم واحد يقول لك، صاحب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف هو الزهراوي، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ هاي اليقين. صح. صح. متأكدة أنت تسألين الصح هذه ولا متأكدة منها؟ متأكدة. متأكدة؟ وخليك كذا دائما متأكدة، لأن إجابتك يا شموخ يلا صحيحة يا اليقين، إجابتك صحيحة وربحتي معانا 50 ريال عماني. شكرا على اتصالك يا اليقين. شكرا يا صديقتنا اليقين. والحين راح نتعرف على أيضا موهوب من الموهوبين اللي معانا، وحياك الله يا صديقي. ويلا نروح مع بعض. يلا عرفنا على اسمك. الحسن خميس سلمي الغزال. يلا نروح مع بعض يا حسن. حسن هذه هي مطويتك؟ افتح لنا اياها. ما شاء الله مطوية جميلة. يلا اساعدك اعرضها لاصدقائنا الاطفال. يلا قولي لي هذه المطوية سويتها بمناسبة ايش؟ العيد الوطني 46 لسلطنة عمان. أيوة. والعيد 45. أيوة. لدولة الإمارات المتحدة. ما شاء الله جميلة، يعني تهني الدولتين في نفس الوقت صحيح؟ يعني نحن ممكن نقول أنك أنت من دولة عمان، من سلطنة عمان راس التهنئة لدولة الإمارات صحيح؟ صحيح. طيب من ساعتك في الرسمة؟ عمتي. عمتك، نوجه لها كبر تحية. أنت إيش اللي رسمته؟ أنا بعض الورود وهي الحصان. هي لونة الحصان، لونت بعض الأشياء. طيب بس تقرب ناقل الصوت منك. وإيش بعد أنت رسمت؟ رسمت الورود وبعض هذه التزيينات، شعار، لكن شعار البرنامج ما نرسمته. يعني أنت أيضا وظفت شعار البرنامج في الرسمة، هذا هو شعار نفس البرنامج. نفس الشعار موجود أصايل؟ أيوة نفسه بالضبط. يعني نفس القطار وفي عربتين. أيوة في قطار وفي الكتاب والشمس وكل الأشياء الموجودة معانا في الشعار. يعني نحن نقدر نقول إن هذه تحية من أبناء السلطنة لأخواننا في دولة الإمارات صحيح؟ صحيح. تحية كبيرة لزميلنا حسن. يلا حيوه.
وهذه هدية برنامج علم مرة. مشكور جدا. يلا عاد الحين دور راشد. يلا حي راشد. يلا أنا حي على هالهدية. بس هذه الهدية أنا أشلها ولا أنت بتشليها؟ هذه للبرنامج. للبرنامج. أيوة. بنحطها في الطائرة. في الطيارة اللي هنا. طيب خلاص. وأيضا عرفنا أنك مجهز يعني تهنئة بمناسبة العيد الوطني صحيح؟ صحيح. 46. يلا تفضل. تحية إلى عمان. هذه عنوان القصيدة القصيرة يعني. طيب تفضل. أعمان يا وطن الفدا، أبقاك ربي سرمدا، عملاقة سباقة للمكرمات على المدى، تحدوك آمال عظام روحها تحكي الغدا. في كل شبر، في كل شبر من ثراك الطهر معنى يقتدى. كم حدثت، كم حدثت عنك المياه الشط حتى غرت. ما شاء الله، يستحق تحية أخرى كبيرة. شكرا لك يا صديقي. والحين ايش رايك نروح لواحدة من صديقاتنا الموجودات معانا تعمل يعني مشغولات يدوية جميلة، حاب تعرف من هي؟ اكيد. من هي؟ يلا نروح مع صديقتنا رينات. تعال يا رينات. انا كنت اريد يعني كذا احزر افزر. ما خلاص سويت لك حزر فزر. خلاص الحين هي بتقول لك حزر فزر، وايش تتوقع داخل الصندوق؟ الحين السؤال صعب صار. احنا قلنا لك مشغولات يدوية. اعطيني شيء كذي. اعطيني مثال علشان اصدق. حاولي توضحي له. في اصداء؟ بالورق الملون. بالورق الملون. يلا نشوف مع بعض. يلا حاجة. بالورق الملون. يلا نشوفها مع بعض. وكاتبة على الصندوق ريناد. ما شاء الله حاجات جميلة. يلا عرضي لنا اياهم. هذه ايش؟ بطة. هذه بطة صنعتيها كيف؟ بالورق الملون. ايوه. وايضا؟ الأعين المتحركة. الأعين المتحركة ممكن وين نحطها؟ في الغرفة. في الغرفة، في المكتبة أيضا صح؟ نوقفها كذا صح؟ يبغى لنا شوية نحط لها يعني شيء يثبتها، نحط القلم عشان يثبتها. طيب هذا إيش؟ أرنب. هذا أرنب. نحن استخدمتي الحين يعني أرنب في شيء مفيد صحيح؟ إيش هو؟ هي سلة ممكن نحط فيها أغراض. تعرف كيف نحن نحط الأغراض؟ هنا أنت تشوف وجه الأرنب صح؟ صح. ما بس تقلبه تحصل هنا في جيب مخفي تحط فيه الأوراق المهمة. هذا هو الجيب المخفي، من وراء ممكن نحط فيه الأغراض المهمة. هذا هو الجيب. هي جميلة أنها استخدمت الأغراض اللي موجودة في البيت، يعني في متناولها هذه كل الأغراض، وصنعت منهم أشياء جدا رائعة. صحيح. ومثلا ممكن أنك تكون محتاج مثل هذه حافظة أشياء صح. مهمة تصنعها بنفسك. طيب عرضي لنا شيء آخر. جميل. ايش هذا؟ عباره عن ايش؟ سياره. سياره. مو كيف ممكن نستفيد من هذه يعني التحفه الجميله؟ ممكن نحط فيها نوته هنا. ايوه. نحط فيها نكتب فيها واجباتنا. ايوه. زين. ويوم بنحطها مثلا في طاوله المذاكره صح؟ ولما نجي الغرفه ندخل نحصل النوته ونتذكر عندنا واجبات ونحلهم صحيح؟ صحيح. طيب عرضي لنا شيء اخر جميل. الله، عاد هذه وايد حلوة. هذه عبارة عن إيش؟ سيديات قديمة اثنين. أيوة. وعيون متحركة. أيوة. ورق ملون. ورق ملون. هذا الورق الملون وصنعتي بها تحفة جميلة. يعني أنت الحين تخلي أصدقائنا الأطفال يسووا مثلك صحيح؟ إنهم يستفيدوا من الأشياء الموجودة معهم في البيت، بدل لا يرموهم يصنعوا أشياء جميلة، وبدل لا بس نروح نخسر فلوسنا ونشتري ألعاب ممكن نحن وحدنا نصنع الألعاب صحيح؟ طيب عرضي لي شيء آخر. أيضا هذه الفراشة جميلة. بسألك سؤال يا ريناد، من وين جيك هذه الأفكار؟ يعني في مرات أنا شفت هذه الأغراض فبقيت الفكرة في عقلي وأطبقها يعني بالأدوات الموجودة معك في البيت. أيوة. طيب في حد يساعدك ولا بروحك كله؟ ماما تساعدني. ماما تساعدك. طيب الحين إذا نحن خذينا هذه الباقة، هذه الباقة اللي من الورق، ماما وش سوت وريناد وش سوت؟ أنا سويتها وحدي. كامل أنت سويتيها؟ طيب إيش الأشياء اللي ممكن ماما تساعدك فيهم؟ الأشياء الخطيرة مثل اللز. أيوة. القص. والقص. صحيح. وبعد؟ بعد ممكن مثل هذه. هذه صعب إن نحن نستخدم اللصق وحدنا، ونلصق الأعواد الخشبية ونكسرهم، لازم في أحد كبير يساعدنا صحيح؟ صحيح. طيب اشرحي لي كيف صنعتي الورود؟
بالكرتون مال البيض بدل ما نرمي استعملته صنعت شكلته بورود وهنا عندنا أخشاب لزقت لها فلين على شكل ورقة حطيت غراء وبعدين حطيت اللمع شوي زين. شيء جميل. طيب ممكن أسألك سؤال؟ أنا مثلا الحين عندي وقت فراغ، حلو أني أستغل وقت فراغي في صناعة المشغولات اليدوية؟ أيوة. إذا أنت متى تصنعي هالمشغولات اليدوية؟ يعني في الإجازة أو يعني أنمي قدراتي في الإجازة. أيوة. طيب نحن معنا 5 أيام في الأسبوع نداوم فيها صحيح؟ صحيح. 5 أيام فيها مدرسة، متى نحن ممكن ننمي مواهبنا مثل هاي المواهب الجميلة في أيام الأسبوع؟ بعد انتهاء من فروضنا ومذاكرتنا. صحيح، يعني بعد ما نخلص نذاكر ممكن ان ناخذ وقت كذي نستريح فيه ونشتغل صح؟ صحيح. وهذه ايضا ايش سويتي؟ هذا شكر لمدرسة حي النهضة لانها هي اللي ساعدتني اني اوصل هنا. ما شاء الله، نشكر هذه المدرسة لانها ساعدت صديقتنا رينات انها تشارك معانا في البرنامج، وتحية كبيرة نوجهها لرينات. وايضا نحن ندعو جميع اصدقائنا الاطفال، كل من يملك مواهب انه يجي ويشاركنا معنا في البرنامج، والبرنامج هو لكم ولمواهبكم، فنتمنى كل طفل انه معاه موهبه يجي ويشاركنا في البرنامج عبر وسم البرنامج الا وهو هاشتاج علم اندرسكور ومرح، واللي حاب يعرف وين هالوسم يتابعنا في برنامج التواصل الاجتماعي الا وهو الانستغرام، وشكرا لك يا صديقتي رينات على هالمشغولات الجميله. أصايل أعطيني بعض الأشياء هنا أحطهم جنبي. إيش تريد؟ أعطيني البطة. البطة؟ والسيارة. والسيارة. خلاص أنا راح أحطهم. البطة هنا. وهذه السيارة. شكرا لك يا ريناد. يلا نرجع مكاننا. هذه الأغراض الحين بجيب لك إياهم. أعطيني يلا أنا بحطهم هنا معاي. خلاص هذه لي يا ريناد. ريناد. خلاص. عادي ياخذهم راشد؟ زين أنا بتعلميني أصنع. طيب نقول السلام عليكم. يا أهلا وسهلا، منو معانا؟ شموخ تنتظركم بالأسئلة. يلا يا أصدقائي الأطفال، دائما كذا نسعد لما نسمع أصواتكم ومشاركاتكم الجميلة. يلا السلام عليكم. طيب يا راشد، نحن معنا مذيعة في الاستوديو عندنا. معنا مذيعة، خلاص خليها تاخذ المكالمة. تاخذ معاك المكالمة. تعرفي مذيعتنا رؤية. رؤية؟ أيوة. رؤية راح تاخذ المكالمة. يلا قولي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. يلا يا رؤى كيف حالك؟ هذه بنت، قولها كيف حالك. كيف حالك؟ بخير. يلا منو معانا؟ منو معانا؟ انتوا على الهواء مباشرة في برنامج علم ومرح. السلام عليكم. فاطمة. فاطمة شو اخبارك يا فاطمة؟ الحمد لله. فاطمة لو سمحتي سمعيني من سماعة الهاتف وقصري على سماعة التلفاز. طيب يلا هنا معانا مذيعة إن شاء الله راح تكون في المستقبل، هي راح تأخذ المكالمة. طيب سلمي عليها. يلا قوليها كيفك. كيفك. يلا قوليها كيفك يا فاطمة. الحمد لله. جاهزة للأسئلة؟ نعم. قولي يلا نروح لشموخ. يلا نروح لشموخ. يلا نروح لشموخ. الحين قولها اختاري رقم. يلا اختاري رقم. رقم 2. رقم 2. وسؤالك يقول يا فاطمة، وقعت غزوة بدر في أي شهر؟ شعبان، رمضان، ذو القعدة. يلا في أي شهر؟ نحن في أي شهر نصوم؟ رمضان. رمضان. يلا قولي لها الإجابة صح ولا خطأ. صحيحة. نشوف الإجابة مع شمو. وإجابتك صحيحة يا فاطمة. طيب يلا الحين قولي لها تختار رقم ثاني. اختار رقم ثاني. 5. وسؤال رقم 5 يقول لك، صح أم خطأ، تقوم كريات الدم الحمراء بنقل الأكسجين من الرئتين إلى أنحاء الجسم، صح أم خطأ؟ صح. صح. والإجابة إيش يا روى؟ صحيحة. الحين كم صار معاها؟ قولي 30. 30 ريال. 30 ريال. قولي حابة تكملي ولا خلاص؟ حابة تكملي ولا خلاص؟ أكمل.
اختاري رقم. شاطرة. واحد. رقم واحد. وسؤال رقم واحد يقول لك: صح أم خطأ تقاس درجة الحرارة بجهاز الترمومتر أو ميزان الحرارة؟ صح أم خطأ؟ صح. صحيح الإجابة. إجابتك صحيحة. خلاص رؤى قالت لك صحيح. يلا نشوف شو موقع الإجابة. الإجابة صحيحة، وأحسنتي وبارك الله فيك يا فاطمة. شكرا يا فاطمة، وربحتي معنا 50 ريال. وأيضا شكرا لرؤى، وإن شاء الله نشوفك مذيعة في المستقبل. شاطرة رؤى. خلاص استريحي يا رؤى. رؤية رؤية ولا رؤى؟ رؤية. رؤية ولا رؤى؟ رؤى ولا رؤية؟ رؤية. رؤية خلاص متأكدة. طيب أصدقاء الأطفال، الحين خلونا نطلع لفاصل، من بعدها أكيد لنا عودة في برنامج علم المرأة. بعد ما شاهدنا شخصية الخوارزمي متابعينا، من جديد خلونا الحين نرحب بأحد المبدعين والموهوبين اللي معانا في الأستوديو. حياك الله، عرفنا على اسمك. عبد الله سليمان عبد الله حامد البلوشي. حياك الله في برنامج علم ومرح. خبرنا ايش هي مواهبك؟ مواهبي الشعر والعازي. أيوة. القال عازي والفروسية. والفروسية ما شاء الله متعدد المواهب، وعندك مواهب جميلة حقا. طيب شوي لو بدينا نتكلم عن الفروسية، متى بديت امتطاء الخيل؟ قبل سنة تقريبا. ما شاء الله، ومن شجعك؟ الوالد والوالدة. نوجه لهم أكبر تحية. وهذه الرغبة جات من نفسك أو أن أحد قال لك جرب تمتطي الخيل؟ والد عمي. ولد عمك، يعني شفت ان حد في العائله وشجعك، صحيح؟ طيب هل واجهت صعوبه او خوف من الخيل بدايه؟ في البدايه اول شهرين، اول شهر، بعدين خلاص تكون تعود على الخيل، تحب الخيل، تحب الركوب، كل شيء. وتخطيت مرحله الخوف من الاحصنه والخيول، صحيح؟ واليوم جيت معانا البرنامج تشاركنا مواهبك الاخرى، الا وهي الالقاء وفن العازي، صحيح؟ صحيح. طيب ايش القصيده اللي مجهز لنا اياها؟ قصيدة للشاعر مازن الهدابي بعنوان أسطورة المجد. نوجه لشاعرنا أكبر تحية على الأبيات الجميلة اللي دائما يكتبها، تفضل. بزوغ الشمس من عهد النبي آدم ثبت للناس بأن الإنسان لو يبزغ كثرها ملته ناسه، لذا واجب علي اليوم أعلنها بدون أقواس، رجل يكسر جموح القاعدة من فلسفة فاسة، رجل للمجد صار أقرب من الأنفاس للأنفاس، مع أن المجد يتمنى يكون أقرب من أنفاسه، رجل
للعهد صار وفا من النبراس للنبراس، واصل العهد شعله ترتوي من فيض نبراسه. نعم قابوس، نعم قابوس تاج المجد فخر العهد عالي الساس، سنافي والسنافي ما يخيب ظن جلاسه. بعد ما غابت امجاد العروبه والزمان فلاس، ولد للعالم اسطوره تبدد كومه افلاسه. حبا وبمشيته مالت شجار السنديان وباس، ورقها هامت الطفل الكبير في عينه كراسه. كبر وخضرت احلام اليتامى وماتت الاغلاس، على نور الصفات اللي اصلها فرع من ساسه. سموه نظرته فكره فعوله هيبته يا ناس، يحلق فوق اسراب الطموح ويعتلي ياسه. حياه الفكر هو فكر الحياه، ويهتف الاحساس لفكر الفكر، ان شولت حياه يتغنى باحساسه. اذا قالوا بهالدنيا شيوخ ومرجله ونوماسه، نتحدى اذا مخلوق يوصل ربع نوماسه. ما شاء الله يعطيك العافيه، تحيه تحيه كبيره. ما شاء الله مبدع في الالقاء، متى بدات تلقي القصائد؟ تقريبا صف رابع. ما شاء الله صف رابع، والحين انت صف ثامن؟ يعني 4 سنوات صار لك صحيح؟ شاركت في مسابقات تدعم موهبتك؟ اولا ادعم الشكر الكبير والاساسي لجدي الشيخ عبد الله بن حامد البلوشي، لانه هو كان الدافع الاول في المجلس اللي يكون مجلس العائله كامل. صحيح. وفي المجلس العام لمنطقة سور العبري كان يشجعكم دائما على إلقاء القصائد. نعم. وحفظها شيء جميل، أن دائما نحن نشوف أن ما فقط أولياء الأمور اللي هم الأب والأم، أيضا واجب على كل العائلة أنها تشجع الأبناء على تنمية مواهبهم وهواياتهم. طيب أيضا أنت مجهز لنا فن العازي صحيح؟ نعم. من حبيت فن العازي؟ بروحك، لأنه فن من فنون العمانية. طيب كيف عرفت الفن؟ الوالدة قالت لي، كانت مسابقة في البلاد فقالت لي بتشارك في فن العازي. ومن يومها حبيت الفن. طيب تفضل ألقينا. هي والمسلم يتكبر، ايوه بسميت بالله العظيم، الواحد العالي الكريم لطيف بالأمة رحيم، يلي تعلى في سما صبيان يكبر الشيم، ايوه بغيرك فلا أحد معين، أنت الذي به نستعين وانت مجيب السائلين، تعلم بعبدك ما خفى صبيان يكبر الشيم. ما شاء الله، فن العازي من الفنون العمانية الأصيلة اللي لازم نحن نحتفظ بها وأيضا نتوارثها جيل بعد جيل، أيضا يستحق مرة ثانية تحية كبيرة. طيب يا عبد الله، أولا أنت من وين جيتنا اليوم؟ من شناص. من ولاية شناص جيت معانا البرنامج عشان تشاركنا مواهبك هواياتك صحيح؟ صحيح. طيب بما انك يعني ما شاء الله عندك اكيد اصحاب كثير في سنك، وفي بعض من يعني ممكن نقول الاطفال ما يحبون انهم يعني يقوموا بالفنون العمانية، كيف ممكن تحببهم بالفن العماني؟ يحفظوا اول شيء الفنون العمانيه، يتعرفوا عليها بشكل اكبر صحيح؟ صحيح. ما نحكم على شيء نحن ما نعرفه صح؟ صحيح. طيب مثلا الحين عندك انت اصحابك وحاب انك يعني تحببهم بالفنون العمانيه او بفن العازي، هل راح تلقي لهم اياه او انك راح تسمعهم بعض الفنون؟ القي لهم او اسمعهم؟ يعني لا، ايش اللي راح تفضله؟ انك انت بنفسك ولا تسمعهم؟ بنفسي طبعا. ليش بنفسك؟ عشان بيشوفوا ربيعهم قدام الدافع الاول. ايوه وينصحهم. صحيح صحيح كلامك صحيح، ان دائما نحن نشوف ان الاقران يتقبلوا اكثر شيء من اللي في سنهم، يعني مثلا اذا جيت انا اكبر من يعني اكبر منك وجيت احببك في شيء ما راح تتقبله بكثر انك تتقبله من شخص في سنك صحيح؟ صحيح. طيب تسوي مسابقات في المدرسه؟
أحيانا. أحيانا. إيش رأيك يعني تسمعهم في الإذاعة المدرسية الفن العازي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. جالك جربت؟ لا بس القصائد. بس القصائد، لكن أنا أيضا أشجعك أنك تسمعهم فن العازي في المدرسة، خاصة في الإذاعة المدرسية، أنهم راح يحبوا هذا الفن أكثر وأكثر إذا لقيت لهم يا أنت. حاب تسمعنا شيء آخر؟ قصيدة. هذه القصيدة مهداة إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد 45 المجيد. تفضل. من عمان الوفا لديار بو سلطان، إمارات الوفا جينا نهنيها، ونحن عيال قابوس وعيال عمان، ونحن عيال زايد في مساعيها، تجمعنا على شبه الجزيرة أخوان، إماراتيها ونفسها عمانيها، لنا تاريخ واحد من زمن ما جان، رسوم أجدادنا تشهد وماضيها، نحن أهل وقرايب تشدنا عمدان. خالص التهاني وأكبر العرفان، وجزلات المعاني في يد الراعية. ما شاء الله، صح لسانك. وأيضا نحن نهني ونحيي جميع أخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والله يديم نعمة الأمن والأمان في الخليج العربي. شكرا لك، وصراحة سعدنا بقضاء وقت جميل معك. وتحية أخيرا نوجهها لصديقنا عبد الله. شكرا لك. أصدقاء الأطفال، جميل هو هذه الكلمات المعبرة اللي دائما نحن نسمعها منكم، سواء كان من المواهب اللي موجودة معنا في الاستوديو أو من المكالمات اللي نستمع إليها. الحين وصلنا إلى المكالمات، وخلونا نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، منو معانا؟ إيرم يونس لو هيبي. منو؟ إيرم يونس. إيرم. إيرم، إيرم، شخبارك يا إيرم؟ خير الحمد لله. طيب يا إيرم، كنت متابع للبرنامج من البداية؟ نعم. طيب بسألك سؤال في شخصية حلقتنا اليوم، صح أم خطأ صاحب كتاب الجبر والمقابلة هو الخوارزمي؟ نعم صحيح. يلا إذا جاهزة الحين نروح لشموخ؟ نعم. يلا نروح لشموخ مع بعض. يلا يا إيرم، يلا اختاري رقم. وعليكم السلام. يلا يا يلا اي رقم؟ ثلاثة. ثلاثة. ورقم ثلاثة يقول لك يقع في فلج الملكي بولاية منح نزوة إزكي. يلا أين يقع؟ عيدوا للسؤال. يقع فلج الملكي في أي ولاية منح نزوة إزكي؟ إزكي. متأكدة؟ نعم. ونشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة يا صديقتنا. طيب نروح للسؤال اللي بعده. ستة. ستة. ورقم ستة يقول لك ما عاصمة أسبانيا؟ مدريد. مدريد؟ نعم. مش اسطنبول ولا برلين؟ مدريد. متأكدة؟ نعم. ما تغيري الإجابة. أصايل أنت إيش تقولي؟ معاكم. معاكم؟ أي معاكم. يعني مع الإجابة؟ أي. مدريد. وإجابتك صحيح يا زميلتي. الحين صار معاك 30 ريال. نشوف رقم أربعة. ورقم أربعة يقول لك ما مثنى كلمة صحيفة؟ إذا عندنا صحيفة وصحيفة، فايش نطلق عليهم؟ أعطيني اختيارات لو سمحت. ما هي هذه ما فيها اختيارات. يلا صحيفة، إيش المثنى تبعها؟ مرة ثانية صحيفة. أعطيني لو سمحت مرة ثانية السؤال. السؤال يقول لك ما مثنى كلمة صحيفة؟ صحيفتان. صحيفتان. ونشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة يا زميلتنا. وجائزتك بتعطيها للوالدة اللي ساعدتك؟ نعم. بتعطيها إياها كل الجائزة لأن هي ساعدتك؟
نعم. طيب نشكر طبعا كل أولياء الأمور اللي ساعدوا أبنائهم في هذه المعلومات. الحين أصدقاء الأطفال وين روح أصايل الحين؟ معانا بعد كمية مواهب محتفظت بها لكم. نحن لاحظنا أن اليوم معانا مجموعة من الأطفال عندهم الإلقاء. صحيح. لكن كل طفل يتميز بطريقته، يعني صحيح. كل واحد عنده أسلوبه الخاص وكل واحد يجذبنا بطريقة إلقائه. فالحين نروح لشاعرنا الصغير الحسين. كيفك الحسين؟ كيف البرنامج عجبك؟ نعم. طيب أنت مجهز لنا اليوم كم قصيدة؟ ثلاثة. ما شاء الله. وكلهم عن إيش؟ عن العيد الوطني. عن العيد الوطني، يعني في العيد الوطني ألقيت لهم هالقصائد الجميلة، صحيح؟ صحيح. طيب يلا سمعنا قصيدة. يسألوني ليش أنت رافع الراس يا فلان، عجبتهم دايم رأسنا مرفوع من عصر أجدادي. نحن اللي بنينا المجد وحضارة مقام، من حقنا نفتخر دام أصلنا أماني. كابوس 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 بن سعيد فخر كل الأوطان، يشهد التاريخ والعالم على سلطانه الباني. يشهد التاريخ والعالم على سلطانها الباني. يشهد التاريخ والعالم على سلطانها الباني. ما شاء الله. يلا حيوا. طيب يا الحسين، من حافظك لهذه القصيدة؟ أبي. يعني أنت رحت حق أبوك وقلت له حفظني قصائد، ولا هو قالك يلا يا الحسين قصد تحفظ القصائد من نفسك؟ أنا قلت له. ليش تحفظ القصائد؟ لأنها تعبر عن حبنا لوطننا؟ نعم. طيب يا شاعرنا، عندك قصيدة أخرى؟ نعم. تفضل. تزهو بك الأعوام عاما بعد عام، ويتهو بك الشعر المطرز والقصيد. يا سيدي جملة حفظناها تمام، لكن حبك وش نسوي به يزيد. كل ما رجينا ردد المقطع حمام، وكل ما ثبتنا نهتف أعمالك نشيد. وكلمة وكلمة وما بقى للكلمة كلام، وانت تحاصر هالقصايد ايد ايد. شعب تقلد اسمك السامي وسام، ونحط مجدك فوق الهامات سيد. تزهو بك الأعوام عاما بعد عام، ويزهو بك الشعر المطرز والقصيد. ما شاء الله ما شاء الله، كلمات جميلة وإيقاع جميل، واستحق تحية جميلة. طيب استريح يا الحسين، الحين نحن شفنا إلقاء الحسين وشفنا أسلوبه وكلمات اللي اختارها عشان يلقي لنا إياها. إيش رأيك الحين نروح لشاعرتنا الأخيرة؟ بنروح مع بعض؟ نروح مع بعض. يلا نشوف. ونسمع الشاعرة صديقتنا، أعطيني ناقل الصوت وعرفينا على اسمك يا شاطرة. اسمي البلقلب من سليمان السليمانية. حياك الله يا البلجاء، ممكن تخبريني معنى اسمك؟ معنى اسمي هو النور المشرق. ما شاء الله، وانت نور مشرق. اسمك أول مرة يمر علينا، يعني برنامج في حياتنا ما يعني مثل هذا الاسم، واسمك جميل جدا. طيب انت اليوم حضرت لنا كم قصيدة؟ 4 قصائد. ما شاء الله، هالقصائد تتحدث عن ايش؟ اثنتان عن الوطن، وواحد عن اللغة العربية، وواحد عن المعلم. ما شاء الله، يعني نقول إنك في المستقبل راح تكوني معلمة لغة عربية. إيش حابة تكون في المستقبل؟ معلمة رياضية. معلمة رياضيات، جميل، والتعليم مهنة جميلة حقا. طيب يلا تلقينا الحين القصائد. تلقينا عن إيش؟ أولا عن الوطن. يلا ألقينا عن الوطن. ذاب الفؤاد ذاب الفؤاد بحبها فشجاني، والحب من قوس الغرام رماني. أحببتها أحببتها حتى تهيمني الهوى، فغدوت لا أقوى فغدوت لا أقوى على الهيمان. ملكت فؤادي ملكت فؤادي، والعيون محلها، والنفس تدفع للثناء لساني. كيف الثناء كيف الثناء وذا الزمان بسحرها، للناس ينشد شعره والجاني.
تسبي العقول تسبي العقول بنورها وظلالها، والعطر والعطر فيها من شذى الريحان. تلكم تلكم عمان فإنها لي موطن، وعمان في الأوطان كالشريان. لو لم تكن لو لم تكن أم القرى أو طيبة موجودتين لقلت خير مكان. قابوس قابوس من قاد البلاد مصمما نحو العلا بعزيمة وتفاني. سلطاننا سلطاننا علمتنا أن ليس في وطني عمان المجد أي جباني. دمتم على خير ودام سلامكم، والنفس تفخر والنفس تفخر أي قال عماني. ما شاء الله، تحية كبيرة. طيب تلقين الحين قصيدة المعلم، تفضلي. فهم البهائم قد خلت من منطق، صم وبكم بل أضل سبيلا. فكرامة الإنسان كانت بالحجى لا بالجسوم، وإن سمت تشكيلا. وبنفخة الله القدير وعلمه كان السجود لآدم تفضيلا. أمعلمي أمعلمي أنت الموكل بالدنا، لتنير عقلا لتنير عقلا للفتى وسبيلا. ولديك ما يكفي من الجهل الذي جلب القيود لأمتي وكبولا، جلب القيود لأمتي وكبولا. ما شاء الله، شكرا لك يا صديقتي البلجاء، وتفضلي معانا تحية أخرى تستحقها. والحين ايش معانا يا راشد؟ طيب خلونا ناخذ مكالمة ونقول السلام عليكم. صباح الخير. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، منو يكلمنا؟ شهد. شخبارك يا شهد؟ خير. متابعة للبرنامج؟ نعم. طيب نروح لشموخ الحين؟ نروح. يلا نروح لشموخ. طيب يا شهد، سلم عليك. وعليكم السلام. شو رايك بلبس شموخ؟ حلو. حلو. راح تسوي نفسه؟ نعم. يلا يا شهد. طيب اختاري الرقم. يلا. اثنين. اثنين. ورقم اثنين صح أم خطأ؟ مؤلف كتاب عمان عبر التاريخ هو الشيخ سالم بن حمود السيابي. خطأ. صح أم خطأ؟ خطأ. صح أم صح؟ هيا شهد. صح أم خطأ؟ يلا اسمع إجابتك. قلتي صح؟ إجابتك صحيحة يا شهد. طيب مؤلف كتاب عمان عبر التاريخ هو الشيخ سالم بن حمود السيابي. نروح للرقم اللي بعده. يلا. ستة. ستة. ورقم ستة يقول لك ما اسم الموسوعة اللي تشاهديها الحين على الشاشة؟ تقدري تقري الخط اللي موجود في الكتاب أو الموسوعة اللي على الشاشة الحين؟ يلا الموسوعة إيش؟ هي مرجع عماني هام وشامل ومصدر موثوق من مصادر العلم والمعرفة بكل ما يتعلق بعمان إنسانا وطبيعة. يلا الموسوعة العمانية. العمانية. نشوف الإجابة مع بعض. وإجابتك صحيحة يا شهد، وصار معاك الحين 30 ريال عفوا. يلا اختاري رقم آخر. أربعة. أربعة. ورقم أربعة يقول لك أنت تحبي اللغة العربية؟ نعم. وتعرفي حروف الجر؟ نعم. طيب من وإلى وعن وعلى هي حروف إيش؟ الجر. متأكدة؟ مش حروف نعم. العلة؟ لا. حروف الجر؟ نعم. قولي حروف الجر بصوت عالي. حروف الجر. نشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة يا شهد، وأحسنتي وبارك الله فيك. وكم فزتي الحين؟ 50 ريال. 50 ريال، مبروك عليك الجائزة. إيش راح تسوي فيهم؟
هاي شهد ما راح تسوي فيهم شيء؟ طيب تتهني فيهم إن شاء الله يا شهد. شكرا على اتصالك، خليك دائما صديقة لبرنامجنا. أصدقاء الأطفال الحين خلونا نطلع فاصل قصير ومن بعدها لنعودة. الأطفال مع شخصية الحلقة ومع الفقرات اللي قدمناها لكم اليوم والأطفال الحلوين اللي جوا معانا في البرنامج، نختم حلقتنا لليوم ونتمنى أنكم قضيتوا وقت جميل وممتع معانا، وأيضا نحن سعدنا بسماع أصواتكم الجميلة والرائعة. لنا لقاء يجمعنا وإياكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء. أصدقائي الأطفال نتمنى أنكم قضيتوا أجمل الأوقات واستمتعتوا معنا خلال الساعة والنص اللي قضيناها معكم. إن شاء الله مثل ما قالت زميلتي أصايل لنا لقاء يتجدد بكم يومي الجمعة والسبت القادم. دمتم في حفظ الله.